هاي تفضل ميغال. ايوه سؤال برك ميغال، توا تونيتون عاملين باش نلموا الفلوس البطاله ولا؟ في الكلكم تخدموا انتم. بلاش ما يخدمش فيكم. شكون فيكم سأل علاش الجماعه الكل دخلوا بالكراهب كان انا على ساقيه دخلت؟ خويا ما طلعش مع عباد ما نعرفهمش. ما نعرفهمش. يسألوا فيا في الحومه وين ماشي؟ توا طلبني صاحبي. قال لي وينك؟ قلت له انا في تونيتون. شقول له توصيهم طولتون لطف عليك وتحومهم طولتون لطف عليك لطف عليك. واحد اخر بجنبه اش قال كي سمع طولتون؟ اودي خليه عادي طولتون بعد يضرب وزير يشد نورمال نورمال. وينو سي سمير وين؟ مشكى سي سمير. ما تشوفش طلعت. سي سمير قال لك بعد ما يروح يسالوه جرايد كيفاش كانت السهريه؟ لا ما مشيتش. لا لا ما مشيتش. لا لا ما مشيتش ما مشيتش. إشاعة هذيك. إشاعة ما مشيتش. احنا اون برانسيب نبداو التسعة. هكا هو في الوقت بدينا العشرة الحمد لله. طلبتني أمي قالت لي وقتاش باش يعديو؟ قلت لها عندي كات باساج، قالت لي إن شاء الله نتقابلوا 13 جويي نتصور نكمل. حبيبي. وجماعة مازالوا في السطر الأول نتاع الدستور، تا كملوا. حبوش يضحكوا جماعة من فوق أنا. هاكا صفقوا ما ضحكوش. فما برشا عباد ما جاوش اليوم. قصاص في الباب ما خلاوش يدخل. ناس تاكل في الظلام، ناس تاكل في الظلام، انتوا عاملين سهرية. ناس تاكل تموت تاكل في الظلام، ناس الكل يا مرضى وصغارة. هذايا ديما نجيبوا معايا انا. ديما نجيبوا معايا حتى كي نقول حاجة مش باين صف. وين الجيش؟ وين الجيش؟ طبلة طبال. وين الموسيقى؟ سي أحمد إبراهيم جا ولا؟ جا سي أحمد إبراهيم ولا؟ جاي. شنو ضيعوا فيا نغزر مني عمل لي منه نغزر منه كل منه. ما جاش. هكا هو خاطر الجيش ما جاش. عرفت نجي انا والجيش ما يجيش ما يجيش منه ما يجيش منه وبالله نقتلونا بلا ما يجيش الجيش من غادي فرد مره. شنو هو تو؟ واش لعب هذا الكوره؟ ها؟ طبل طبال. باهي سي رفيق عبد السلام تعرفوش علاش ما جاش؟ لانفيتاسيون بالفرنسي. قال لهم اكتبوها بالعربي تو نجي. لا عاد شو مخكم شي لا 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 حياتك في خطر. به وسيس سيس سيس تعرفوش علاش انا ما جيتش؟ تعرفوش علاش انا ما جيتش؟ انا ما نخرجش بعد الخمسه تاع العشيه. لا نسمع كلام المدام انا. تقول لي الخمسه في الدار الخمسه. تحب نخرج الليله؟ دي انا كل مره براكاوني مانيش في الكهرباء. هاي فاهم امي عملوها بلاني في الليل يحبوني نخرج بالكهرباء فبحيث كما يقول لك المثل. فبحيث فبحيث من اي فاهم كوي من بوي من هذا بس يحمل همامي محلاه. انا قلت موش جاي صورت باش يقولوا علاش ما جيش نقول لك حاجه انا كي حامل همامي ضدها جايه هذه. اما جاء قالوا المره هذه مانيش ضد انا مع اما نقول لك حاجه ضد الوقت اللي عملوا فيه معناها ضد موجوده. لا محلاه تو العباد يقولوا شبيني ديما نقول ضد 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 خاطر من الناس الاولين اللي قالوا ضد قبل. لا لا برسمي تعرفوش علاش ابراهيم القصاص ما جاش. ترى نقول لكم علاش ما جيتش. نجري باللواج نجري باللواج تاع الرادار الاول ضربني تاع الرادار الثاني ضربني شو ناس تكلف الظلف وانتم عاملين رادار. لكن انا كذلك لم تتحدث عني جدا. جدا في البدايه والحمد لله انا كنت جاي لكني تقلقت لذلك قلت من اجداء. الكمالة بتاع الحكاية هذه تو نحكيها لكم بعد. لأنها حكاية طويلة جدا.
اش هو يا سي سمير؟ مساء الصف الثاني. لا لا امورك جميله، امورك جميله. قول ما قالش بعد. سامحني. هاك بجنبك ها، بالمناسبة 50-50. هاي بارك الله فيك. ايش بكم قلتوش احمد ابراهيم وكذلك سمعونا الجغريدة. وين جيش؟ فما واحد اخر في الحومة قال لي اش معناها هذه تونيتون؟ هذه تونيتون اش معناها؟ قلت له عبادي بداوا قاعدين وعبادي تبعث في الفلوس. معناها كيما تقولوا حنة نتاع سمير وتحومتي. معناها كيما تقولوا رشوق، فهمت كيفاه؟ يخسيب ورشيق، فما رشوق ورشيق. في الأصل رشيق كلمة بيزنطية. رشيق. من فينا لا يعرف ابن رشيق؟ أو كذلك هنالك من يسميه ابن رشيق. نعم بيزنطة. تبكي بالضحك ولا تذيع؟ اتركوني أتحدث عن هذه الأخت، أرجوك خوذها كاميرامان يا أخوها. تبكي، نعم. هي ليست تبكي بالفرحة، إنما هي تبكي على مستقبل المرسى. أنا تونس نتاعها. يا بنتي المرسى، أنا تونس نتاعها. الناس الكل تبعث حمودي صفاق يسألوا، قلت له بعثت ولا؟ والله ايش نقول لك، حتى أنا بعثت راهو. اش بعثت؟ بعثت لهم ميساج طلبني ما عنديش أنا. يا خويا العمل بالنيات راهو. والله العمل بالنيات راهو. ما عنديش، بعثت ميساج طلبني. والله ذكرتوني، خلينا نمشي نبعث ونرجع لكم أنا زاد. نقعد؟ ما قال لك ناحي التليفون ما تدخلش بيه. سي نجيب الشابي باه؟ سي نجيب الشابي ما تليفش بيه، طلع لحظة برك. ايوا كيف كيف امي طلبتني وانا جاي تو. قالت لي بالله عطاكم شي تاكلوا. خاطر قبيلة حطت لي الماكلة قلت لها لا خلي. وقفت قدام ساندويتشين هنا اللي قد تختارني. طلبني صاحبي قال لي راسي نجيب جاب، قلت له ما خلي تو ناكلوا غادي. فما الماكلة. مختار تليلي سمع قداش وصلت تو التبرعات، قال له 12 مليار. اي نقولوا مليار معناها نحن. هاي ده نتصورهم ياخذوا خمسه من هنا داخل السهريه. يا خلينا نمشي نبعث عاد ونرجع. نمشي نبعث ايه. ظهر لي وسيم يستحق تصفيقه اقوى من هكا برشا.